السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير دكاترة، يومكم طيب إن شاء الله وصحة فطوركم. مستمرين معكم إن شاء الله في سلسلة محاضرات ستيدا ويبينارز. يا ريت قبل بدو نبو دقائق بس بين الدكاترة إن شاء الله بدو يتجمعوا معنا في اللايف. يا ريت الدكاترة اللي معنا يكتبونا في التعليقات الاتصال بالإنترنت الصوت واضح، الصورة واضحة أو لا. يا ريت الدكاترة حتى هم يديروا تاجات لبعض عشان المحاضرة نوصلوا بها لأكبر عدد من الدكاترة. خلال دقائق إن شاء الله نكون معكم في اللايف بإذن الله. تكون معنا الدكتورة مروة اليوم. دكاترة يا ريت ديروا تاجات لبعض في اللايف وديروا مشاركة شير دكاترة، ويا ريت تكتبوا لنا الدكاترة اللي معنا تكتبوا لنا في التعليقات دكتورة بريق يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات بس على موضوع الصوت. خلال دقيقة بالضبط إن شاء الله تكون الدكتورة جاهزة. بسم الله. دكاترتنا رجعنا لكم من جديد إن شاء الله. طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله هنكون معاكم في محاضرة تكملة لسلسلة محاضرات ستيدا ويبينار. طبعاً نحب نرحب بالدكاترة كلهم اللي معنا في اللايف، وزي ما كل مرة نقول لكم يا ريت تأكدوا لي على موضوع الصوت بس عشان نغبينا أكبر عدد من الدكاترة يعني ينضموا لنا. الدكاترة اللي معنا في اللايف وقاعدين يحضروا فينا إن شاء الله يكون صوتي واضح لكم. طبعاً نحب نبدي المحاضرة اليوم بمقدمة بسيطة جداً. طبعا اليوم سعيد جدا وعندنا محاضرة خاصة نقدموها لأطباء الامتياز وأطباء حديثي التخرج وكل أطباء الأسنان يعني اللي هم في ليبيا. حبينا نقدم موضوع خاص، يعني احنا بدينا في سلسلة محاضرات وقسمناها لمجموعة جزئيات، جزئية البيدو، جزئية الكراون، جزئية الاندو إن شاء الله هنعلن عليها. بس اليوم حبينا نقدم محاضرة بموضوع مميز جدا، نتمنى انه يكون فيه اضافة لكل الدكاترة
لكل دكاترة الأسنان اللي هم حابين يتميزوا في شغلهم في العيادة، يعني يكون عندهم أكثر من أوبشن في التريتمنت بتاعهم، يعني ما يكونوش مقتصرين على شغل واحد بس، يعني فيكون عندهم عدة أوبشن. اخترنا اليوم موضوع اللي هو موضوع البليتشنج. ضيفتنا اليوم من جمهورية مصر العربية، طبعا هي تعتبر ضيفة من العيار الثقيل، هي الدكتورة إن شاء الله جاهزة هتطلع معنا. الدكتورة مساء الخير دكتورة سارة. دكتورة مساء النور، ازيك يا دكتورة؟ صوتي واضح؟ صوتك واضح والصورة واضحة. دكتورة الصوت واضح؟ صوت واضح. انا صوتي واضح؟ ايوه تمام، الصوت كده تمام ان شاء الله. طبعا نحب نرحب بالدكتورة مروة. دكتورة مروة من جمهورية مصر العربية، دكتورة طبعا ضيفة عندنا اليوم، ضيفة من العيار الثقيل. طبعا انا سعيد جدا 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 ان الدكتورة مروة يعني قبلت الدعوة، وان هي يعني اعطتنا من وقتها، وان شاء الله هتكون متواجدة اليوم معنا. نحب نرحب بك دكتورة. اهلا بك يا دكتور، انا اللي سعيدة والله ان انا انضميت ليكم النهاردة جدا، وان شاء الله تبقى محاضرة مفيدة لكل الناس ومختلفة ان شاء الله. ان شاء الله دكتورة، بارك الله فيك. طبعا دكتورة مروة قدمت الكثير، طبعا هي كاسم ممكن في الساحة الليبية اسم جديد يعني في الساحة الليبية، بس نحب نعرف بها ان هي من الدكاترة اللي في مصر يعني قدمت الكثير والكثير لطب الاسنان. الحمد لله. دكاترة الاسنان بصفة عامة طبعا شغلها يحكي عليها. انا كنت من فترة الدكتورة ممكن نعرفها شخصية، يعني ما تعرفناش من قبل او ما تلاقيناش من قبل، لكن انا متابع ليك يعني على الفيسبوك، ومتابع الحمد لله، ونشوف في شغل الحالات اللي تقدمي فيهم، ونشوف يعني في المنشورات اللي العلمية اللي تقدمي فيهم يعني كاستفادة للدكاترة. هو طبعا الدكاتره النهارده يعني الدكاتره النهارده برضو هيفهموا انا بقدم ايه بالظبط، او المجال ده ليه طريقه معينه يتفهم بيها. يعني طبعا لما ندخل في المحاضره هفهمهم كل ده ان شاء الله. ان شاء الله يعني هذا اللي نبي نوصله حتى للدكاتره، ان الدكاتره لو يتابعوا يعني صفحه الدكتوره مروه هيكتشفوا حاجات جديده يعني في طب الاسنان اغلبيتنا يعني كنا غافلين عليهم، وهتنبهروا بالشغل بتاعها، يعني ان هي تعتبر اضافه قويه جدا يعني. وقدمت ربنا يخليك يا دكتور طب الاسنان يعني من خلال الكورسات بتاعها، من خلال المنشورات، من خلال كل شيء. والله لي شرف دكتوره، وسعيد جدا انك انت معنا اليوم. يعني انا اسعد. طبعا الدكتوره هتقدم لنا اليوم محاضره ان شاء الله تكون محاضره مميزه، هتتكلم فيها عن دنتال بليتشنج ستيب ان مينيمال انفيزيف دنتستري، يعني بدايتك انت كيف تتعامل مع الحالات البيشنت من اول حاجه، كيف انت يعني تختار الطريقه متاعك، كيف تختار البيشنت متاعك، كيف تتعامل معاه، شنو البليتشنج، شنو مميزات عيوبه، كيف يعني كيف تختار الطريقه الصحيحه للتريتمنت متاعك، شنو المشاكل اللي ممكن يصير معاك، كيف تتفاداها، كيف تحافظ على كيف تحافظ على يعني على البروجنوسيس بتاع الحاله، يعني نجاح الحاله بتاعك على شنو يعتمد، النتيجه كيف تحافظ عليها. فان شاء الله تكون محاضره مميزه، تكون محاضره لها يعني استفاده للجميع، وتقدم لكم ان شاء الله باذن الله اضافه ولو بسيطه لشغلكم من الحالات باذن الله. نحب نرحب بك دكتوره، الكلمه ليك ان شاء الله. اهلا بك. تمام. الدكاترة اللي معنا في اللايف خلال ان شاء الله اقل من نص دقيقه هنبدي المحاضره معنا الدكتوره مروه. يا ريت يعني بس تكتبوا لنا في التعليقات، اكتبوا لنا. انا شايفه الناس كاتبه الصوت واضح والصوره واضحه، فتمام مفيش مشكله. احنا ممكن نجيب المحاضره على طول دلوقتي. تمام، تكتبوا لنا وديروا تاجات لبعض دكاتره بس عشان يعني يوصل لاكبر عدد معنا، وان شاء الله تكون محاضره مفيده للجميع. الكلمه ليك دكتوره، وموفقه ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. ميرسي يا دكتور. مساء الخير يا دكاترة. طبعا دكتور يعني عرفكوا بيا، بس أنا هعرفكوا بيا تاني. أنا دكتور مروة شاكر، حاصل على الزمالة البريطانية العامة في طب الأسنان، ويعتبر أن أنا مسكت الجزئية بتاعة المينيمال انفيسيف دنتستري، وخاصة الدنتال بليتشنج. الموضوع بدأ لما كنت بشتغل في العيادة عادي جدا،
وظهرت بدأت تظهر شوية مشاكل، وأعتقد المشاكل دي مشهورة في البليتشنج أو في جلسة تبييض الأسنان، زي مثلا ليه بعض الحالات ما بيطلعش معاها نتيجة، ليه بعض الحالات يطلع معاها نتيجة أكتر من حالات تانية، ليه في حالات بتبقى عندهم حساسية عالية قوي، في حالات ما بيبقاش عندهم حساسية، في فرق في مثلا أسعار البليتشنج كيتس اللي بتتباع. فبدأت أحس إن الموضوع فيه تفاصيل، فيه حاجات لازم تدرس، لأن البليتشنج أو طب الأسنان، سوري، التبييض في طب الأسنان كان بنتعامل معاه لأنه ستيبس بس، يعني إن أنا مثلا حافظة شوية خطوات، أحط المادة، أشغل الجهاز، جات نتيجة، جات ما جاتش، يعني الموضوع متروك للصدفة. أوكي، فعشان كده من هنا بدأت قصتي أو رحلتي، إن أنا عملت زي بروجرام كامل، طبعا زي كورس كامل فيه كل تفاصيل تبييض الأسنان، كل حاجة بطريقة علمية مش مجرد ستيبس. طبعا الحمد لله البروجرام بتاعي، يعني عايزة أقول لكم إن هو أنا ببدأ شرح الساعة 10 الصبح، بخلص 6 بالليل، لأن إحنا مش بنتكلم في بليتشنج بس، إحنا بنتكلم في البليتشنج ومعاك كل مشاكل الديسكالريشنز، وتبقى تقريبا حوالي 400 سلايد، فالبروجرام ضخم جدا ومليان تفاصيل، علشان برضو نبقى بنشتغل الحاجة واحنا فاهمينها بطريقة علمية مش مجرد خطوات. طيب انا النهاردة جمعت لكم طبعا حاجة، زي هنعمل سكيمة مع بعض ان احنا ازاي نقدر نطلع جلسة تبييض اسنان مريحة، وهتفهموا ليه انا بقول الكلام ده، جلسة تبييض اسنان من غير اي مشاكل، وفي نفس الوقت طبعا تبقى النتيجة كويسة. اوكي، وبعد كده هنتكلم عن خطوات الهوم بليتشنج وبستخدمه امتى، وبعد كده في الاخر هنذكر يعني كلمتين كده سريعين عن الاوفر ذا كاونتر او الاو تي سي او المنتجات التبييض اللي هي بتتباع في السوبر ماركت او على النت. انا سألت وعرفت ان انتوا برضو عندكم في ليبيا نوعا ما الحاجات دي بتتباع. اوكي، نبدأ. يعني ايه اصلا كلمة تيث وايتنينج او تيث بليتشنج؟ احنا فاهمين، يعني انا بجيب العيان بفتح له لون سنانه. انا عايزاكم تاخدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله، انا قلت بفتح له لون سنانه، بحسن له شكل اسنانه. الكلام ده لما انت تفهمه هيفرق جدا مع البيشنت. يعني اوكي، هو بيتقال عليه تبييض، بس هو اتس نوت ليترالي تبييض، هو احنا بنحسن شكل الاسنان. اوكي، طيب، يبقى انا بانهانس البرايتنس اوف تيث باي انكريزنج اتس فاليو. وبرضو خليكم فاكرين الكلمه دي، انا بحسن الفاليو بتاع الاسنان. اوكي، لما تيجوا تاخدوا كورس فيكست ان شاء الله، لما تيجوا في جزئيه الشيت سيلكشن هتفهموا ان في حاجه اسمها فاليو كروموساتوريشن. يعني ايه فاليو؟ الحاجه الفاليو بتاعتها عاليه، يعني الحاجه دي لونها فاتح، ولو الفاليو قليله يبقى الحاجه دي غامقه. فهتلاقوا الكلمة دي، إن أنا بإنكريز الفاليو أوف ذا تيث. أوكي؟ طيب، ليه تبييض الأسنان مهم؟ أو ليه لازم أبقى بخلي أو بوجه البيشنت بتاعي إن هو تبقى أسنانه لونها فاتح؟ أوكي؟ بغض النظر بقى إحنا هنعمل فينيرز، هنعمل تركيبات، هنعمل بليتشنج، بس إيه ميزة إن الشخص تبقى أسنانه لونها فاتح؟ الصورة اللي قدامكم دي نفس الصورة لنفس البنت، أوكي؟ نفس السكين كولر، نفس العين، نفس الملامح، نفس الإضاءة، نفس ما فيش أي إيديت بين هنا وهنا، هو الصورة هي نفسها، ولكن في اختلاف واحد بس، إن الصورة في واحدة منهم اللي على اليمين البنت سنانها لونها فاتح، والصورة اللي على الشمال البنت سنانها مصفرة شوية. فهم according to a survey، يعني عملوا زي دراسة أو عملوا زي استطلاع رأي أو حاجة زي كده، لقوا إن الأسنان الفاتحة أو ال whiter smile increase your attractiveness by 20%. لمعلوماتكم برضو النسبة دي تعتبر عالية، إن أنا حاجة تحسن شكلي وتحسن شكل وشي وتنور وشي بنسبة 20%، فدي حاجة هايلة جداً. والمعلومات دي تقدروا برضو تستخدموها في الماركتينج في العيادة، يعني انتوا ممكن تفهموا البيشنتس بطريقة أو أخرى إن لا، الأسنان الفاتحة كل ما أسنانك تبقى لونها فاتح كل ما ده ينور وشك، يزود جاذبية وشك بنسبة 20%، النسبة دي
كبيرة يا دكاترة. أوكي طيب، فهمنا الغرض من التيز بليتشنج. طيب البليتشنج ممكن يجي لي ازاي في الكلينيكال، في الكلينيك يعني انا دلوقتي ايه كلينيكال سيتويشنز اللي انا عايزه اتعامل معاها، فانا لازم اتعلم ازاي اعمل بليتشنج صح. اوكي في سيناريوهين زي ما انتم شايفين، يا اما اسنان نورمال يعني نورمال بيشنت زي مثلا، اوكي سناني طبيعيه جدا انا عايزه اعمل لها تبييض، هيدخل عليك البيشنت يا دكتور انا عايز اعمل تبييض، اوكي ده البيشنت النورمال. طيب الكلينيكال سيتويشنز الثانيه، احنا يا جماعه برضو بفكركم احنا بنتكلم لو هنعالج الحاله كشفنا عليها وهنعالجها بطريقه مينيمالي انفيسيف، ده طبعا بعد ما نكشف عليها لان لسه هنيجي للكلام ده دلوقتي، بس طالما احنا بعيدا عن التركيبات وبرضو يعني في جزئيه هنا هنجيب سيره الفينيرز والكلام ده اوكي، بس احنا بنتكلم لو قررنا نعالج مثلا حاله زي فلوروزيس مثلا، الفلوروزيس في خطوات علاجه بنيجي في الاخر البيشنت لما انا خلاص اشيل له اثار الفلوروزيس من على اسنانه بتيجي اخر خطوه هي البليتشنج، ان انا افتح له لون سنانه بعد ما شلت منها المشاكل اللي كانت في سنانه اللي هو الوايت سبوتس والبراون ستينز والقصه دي، يعني جبت سنانه خليتها شكلها طبيعي وبعد كده هبدا اعمل لها بليتشنج، وهنا البليتشنج بيجي في الاخر يعني انا بعالجه بكذا ستيب وبعد كده بنعمل بليتشنج وخصوصا مع حالات الفلوروزيس الهوم بليتشنج. اوكي طيب تاني كلينيكال سيتويشن ممكن يقابلني، الحالات اللي اسنانها غامقه قوي او عندها تيتراسايكلين ستينز. التيتراسايكلين ستينز اوكي بقى حاجه نادره شويه، ولكن انا اكتشفت ان هو مازال موجود نوعا ما لسه في، طبعا الفلوروزيس موجود بكثره يعني في ناس كتير قوي عندها فلوروزيس، ولكن التيتراسايكلين موجود بنسبة قليلة، أو أنا عندي patients نانو very saturated يعني very dark. أوكي طيب في حالة التتراسايكلين لو سواء هعالجها minimally invasive يعني بليتشنج بس أو هركب لها veneers لازم تعمل بليتشنج، يعني حتى لو هركب veneers حتى لو هتركب veneers لازم هنعمل بليتشنج. هنا بقى البليتشنج هيجي في الأول عكس الفلوروزيس، قلنا ان دي بتبقى اللاست ستيب، ولكن مع التتراسايكلين هي الفيرست ستيب، بعمل هوم بليتشنج طبعا فتره يعني بغض النظر عن تفاصيل العلاج، بس انا بقول لكم ايه الكلينيكال سيتويشن اللي انا محتاجه فيها ان انا اعمل بليتشنج تتراسايكلين قبل ما اركب فينيرز. برضو هتاخدوا حاجات فيكسد هتفهموا ان الفينيرز انا محكومه بسمك بريباريشن معين. طيب لو انا في حاله ما عنديش وقت في حالات التتراسايكلين يبقى خلاص ولا بليتشنج ولا فينيرز، احنا كده هنتجه للفول كفرج. يبقى انا كلامنا النهارده ان احنا بنتعامل مينيمال انفيسيف. طيب قلنا الساتوريتد تيث او الفيري دارك تيث احيانا ممكن اعمل لها بليتشنج وبعد كده فينيرز، بليتشنج فقط من غير فينيرز، فانا بالتالي لازم اتعلم اعمل فينيرز اتعلم اعمل بليتشنج صح، افهم البليتشنج عشان اعرف اطلع منه نتائج. اوكي على فكره دكاتره واحنا معظم مشكلتنا برضو ان احنا مش واثقين في البليتشنج، فبالتالي احنا مش بندخله العياده قوي. anyway اخر سيناريو هو لو انا عندي بيشنت برضو عادي جدا هيعمل ريستوريشنز، هيعمل دايركت ريستوريشنز. تعالوا نبص مع بعض على الصور دي، الصور كلها بتاعتي ما عدا حاله التتراسايكلين دي هي اللي مش بتاعتي اللي هي الصوره اللي على الشمال دي، مثلا حاله تتراسايكلين ستين بصوا بعد البليتشنج بقى شكلها ايه، الشكل اللي تحت ده يا اما هوقف على كده يا اما هبروسيد ان انا اعمل فينيرز. اوكي ادي ده كلينيكال سيتويشن. السيتويشن التاني زي ما انتم شايفين دي حالتي فلوروزيس، بعد ما خلصت كل حاجه عملت له بليتشنج وما شاء الله يعني شفتوا بعد 4 شهور النتيجه حلوه لطيفه جدا، بس انا قلت لكم هو ده طبعا ما كملش على الهوم قوي، فحصل اللي هو اسنانه بقت يعني بقت شكلها عادي، طبعا مش زي الشكل اللي فوق ده خالص. اوكي طيب اخر حاجه بقى لو مثلا زي ما قلت لكم حد جاي يعمل ريستوريشنز، شايفين الصوره اللي على الشمال ده كان بيشنت عنده كيرز زي ما انتم شايفين. اوكي طيب هو هيحط ريستوريشن، فاحنا قبل ما نحط الريستوريشن والله حضرتك عايز ان احنا نحسن لون سنانك شويه، نفتح لون سنانك شويه اتس اوكي okay. وبعد كده نعمل الريستوريشنز اللي في الانتيريور تيز دي لان هو كان سنانه صفرة قوي، يبقى انا هنا هعمل حاجه كوزمتيك، هعمل حاجه تجميليه، هعمل بليتشنج اوكي تفتيح وهحط الريستوريشنز بعد اسبوعين
اوكي. الحاله الثانيه دي برضو كان عندها كومبوزيت فينير وحش قوي واسنانها صفرة. عملنا ايه؟ عملنا حاجتين، عملنا بليتشنج وعملنا غيرنا الكومبوزيت فينير وشويه جينجيفيل. يبقى انا اقدر ادخل البليتشنج او انا بحتاج البليتشنج في كلينيكال سيتويشنز كتير، وممكن على فكره يقابلكم سيتويشنز اكتر من كده، بس انا بديكم امثله. اوكي طيب، قبل ما نبدا خطوات البليتشنج عايزين نفتكر مع بعض حاجه مهمه، ان البليتشنج سيشن از ا كوزماتيك سيشن. مش عايزين ننسى النقطه دي. انت بالنسبه لك كدكتور سنان، انت عشان في العياده ومتعود بقى على البنج والقلم وبتعمل حالات اندو والكلام ده كله تركيبات والقصه دي، فانت بتبقى حاسس انه يعني انت في العياده اوكي ما اختلفناش، ولكن بيجي البيشنت بتاع البليتشنج اللي هو جاي يعمل تبييض اسنان، هو جاي الحاجه ايه؟ جاي الحاجه تجميليه. يبقى احنا لازم نحترم ده ولازم نفتكر ده، احنا بننسى ده، ولكن البيشنت جاي نفسيته انا عايز حاجه، عايز دلع بقى، عايز اتعامل الجلسه تبقى مريحه، ما انا جايه، انا مش جايه اعمل حشو عصب، انا مش جايه اخد بنج، انا مش جايه اتالم، انا جايه اعمل حاجه تجميليه. احنا بننسى الحته دي. ما ينفعش عيان البليتشنج يخرج بمشاكل، يخرج باكسيدنتس. معلش الدنيا ضلمت شويه، الرينج لايت الشحن بتاعه خلص. طيب بس اهم حاجه الصوت، طالما سامعين الصوت تمام، الصوت تمام طمنوني بس. اوكي يبقى عيان البليتشنج لازم نتعامل معاه بسيشن فيري جنتل. اوكي طيب ليه بقى يا جماعه؟ شايفين الجمله اللي مكتوبه دي؟ تفتكروا العيان بتاع اللي بيعمل تبييض الاسنان بعد ما يخرج هو بيشتكي من ايه؟ عايزه اقول لكم على حاجه، هو اخر حاجه انتوا بتفتكروا ان اول حاجه هو هيفكر فيها النتيجه، ولكن دي مش اول حاجه. معظم العيانين اللي خرجوا مش مبسوطين من البليتشنج كانوا بيشتكوا من حاجات تانية غير النتيجه. يبقى نفهم كده كويس، العيان اللي عمل بليتشنج بيشتكي من ايه؟ اول حاجه بيشتكي من سنسيتيفيتي ضايقته، بيشتكي من اريتيشن، بيشتكي من اللي حصل اثناء الجلسه، واخر حاجه النتيجه. احنا بقى بنفتكر ايه؟ ان البيشنت اول حاجه هيفكر فيها او هتزعله هي النتيجه. لا، اخر حاجه هتزعله هي النتيجه، اول حاجه هتزعله اللي حصل اثناء الجلسه، الالم، الحاجات اللي ضايقته، الحساسيه، لدرجه ان انا عايزه اقول لكم ان عيان لو طالع بنتيجه حلوه جدا، ولكن مثلا وكتير منكم اللي هو اللي اشتغل عارف القصة دي، العيان بيبقى طالع بنتيجة حلوة ولكن مش قادر يشوفها، مش قادر يبص في المراية. فندم بص في المراية، لا انا مش قادر، انا بتألم، انا موجوع، او مثلا حصل له بيرنز، حاجة بتلسع وحاجة مضايقاه، لا يقول لك لا انا مش قادر خالص، انا تعبان. طب يا فندم بص على النتيجة، مش شايفها، مش فرقان. تاني حاجة، أنا شفت كلام الناس عن الوايتنينج، بنت تقول لصاحبتها والله الوايتنينج جميل وعمل نتيجة، بس أنا مش ناوي أعمل التجربة دي تاني. ليه؟ الجلسة كانت مؤلمة وكانت مزعجة جدا. أوكي تالت حاجة، وده كلام حقيقي، يعني أنا مش جاست بقول لكم كده عشان مش بألف لكم موقف. حد من زمايلي كان شغال مع حالة ريستوريشنز وحاجات كتير جدا، ولكن اول ما عمل له بليتشنج العيان طفش. ليه؟ لان الجلسه كانت متعبه ومزعجه، فهو افتكر ان ده سوء، يعني سوء خبره من الدكتور. العيان طبعا ما يعرفش بقى ان في جل هو اللي بيلسع والريتراكتور هو اللي بيقلم وانا ماليش دعوه. اوكي يبقى ناخد بالنا من قصه ان العيان اللي جاي يعمل بليتشنج ده جاي الجلسه حاجه تجميل. احنا في عياده سنان وكل حاجه، بس هو جاي يعمل حاجه تجميليه. اوكي طيب خلاص، عملنا استقرينا ان احنا هنعمل بليتشنج وخلاص ودخل العيان. اول حاجه لازم اعمل مانجمنت للبيشنت، كلمتين كده سريعين. اول حاجه بتكلم معاه ليه؟ يعني بتكلم معاه ازاي؟ يعني اول حاجه بعرف شخصيته وبعرف هو عمل بليتشنج قبل كده ولا لا. طيب انا هستفيد ايه ان انا اعرف شخصيه البيشنت قبل ما اعمل له بليتشنج؟ لا، الكلام ده مهم، الكلام ده احنا بنهمله. شخصيته دي هتفرق معايا هو
بعد كده مثلا حبينا ان احنا ندي له هوم بليتشنج، هل هو شخص هيلتزم ولا لا؟ فور اكزامبل هديكوا احسن امثله من عندي من العياده. يعني كان في بيشنت عندي مشغوله جدا جدا جدا، وقالت ان هي مثلا اشترت كريم او حاجه وما التزمتش بيه. طب هل دي لو انا حبيت ان انا اخليها تعمل تحافظ على النتيجه فور اكزامبل بهوم بليتشنج، هل هتلتزم بيه؟ لا، هتبقى فلوس في الارض، فمش هينفع. فانا بتكلم مع العيان كده اشوفه اخبارك ايه، شغال ايه، اللي هي البيانات العاديه اللي انتوا بتاخدوها. اوكي، تاني حاجه واهم حاجه understand his expectations. عيان داخل يقول لك انا عايز اعمل تبييض، طيب حضرتك في صوره معينه للشكل اللي انت عايزه، بتشتكي من ايه في اسنانك؟ اوعى تاخد كلمه تبييض كده وتروح داخل على التبييض على طول، لا، تشتكي من ايه؟ على فكره مره جالي بيشنت عايز يعمل وايتنينج وهو عنده وايت سبوتس، بس هو ما قاليش، هو داخل السلام عليكم انا عايز اعمل تبييض، فانا اروح داخله عامله له التبييض ويطلع مش مبسوط. ليه؟ اتاري هو في دماغه ان هو عايز يداري الوايت سبوتس، وده مش هيحصل. فالاكسبيرينس بتاعته قلت لكم لازم تعرفوا الاكسبيرينس، حضرتك عملت وايتنينج قبل كده ولا لا، حضرتك عايز تعمل وايتنينج ليه؟ عشان كذا، او عشان افتح لون سناني، او عشان اداري معرفش ايه. طب في صوره معينه ليه؟ لان هو ممكن يكون في دماغه ان هو عايز يعمل تركيبات، شاف فنان او فنانه ولقى اسنانهم منوره قوي فافتكر ان ده وايتنج، هقول له لا يا فندم، الشكل ده مش تبييض، الشكل ده بتاع تركيب. اوكي، طب ايه يا دكتوره الفرق بين التبييض والتركيب؟ هقول لك لا، التبييض بتبقى شكل السنان ناتشورال، وخلينا نقول مثلا هو زي بياض عينيه، يعني استخدموا الكلمه دي حلوه، التبييض ده اللي هو بياض سنانك تبقى شبه بياض عينيك شويه، مش اللي هو البياض الفاقع، لا يبقى جاست لون سنانك حلو. اما اللي هو مش عايز كده وعايز يعمل تركيبات، يبقى احنا فهمنا ان هو عايز يعمل تركيبات قبل ما ادخل اعمل له حاجه وما تعجبهوش وبعد كده يحصل لي معاه مشاكل. اوكي، بعد كده بساله على الاورال هايجين روتين بتاعه. الاورال هايجين روتين انا ممكن اعرفه اصلا بعد ما اكشف على السنان، يعني لقيت سنانه حلوه نظيفه ده معناه ان هو محافظ، لقيته مهمل فيها مثلا في بليك كتير ببقى عارفه ان انا هاكد عليه شويه ان هو يلتزم. اوكي، وعشان كمان انا عايزه اتوقع لو هو مدخن او لو هو بيشرب شاي وقهوه كتير او لو هو مهمل او لو هو مش هيسمع كلامي، انا عايزه اكسبكت التبييض ممكن يطول معاه ولا لا عشان اعرف هقول له ايه بعد ما نخلص. اوكي، رابع حاجه discuss all available options، ودي اهم حاجه يا جماعه، ودي نصيحه مني ليكم مش بس في البليتشنج، دي في اي تريتمنت اسنان هتعملوه في عيادتكم. اوكي، اي حاجه عايز تقولها في اي حاجه، يعني في تريتمنت اوبشنز، خطه العلاج، الكلام ده كله لازم يتقال قبل ما تبدا شغل. وانس بدات هتيجي تقول اي حاجه العيان مش هيثق فيك، انت لازم قبل ما تبدا تقول له والله حضرتك التبييض استجابته بتفرق من عيان للتاني، بيستمر على حسب انت هتحافظ عليه ولا لا، طب هو بيقعد ايه بالظبط، قد ايه بالظبط؟ لا، مش هقدر اقول لك بيقعد قد ايه بالظبط بالظبط، لان ده على حسب، اللي بيشرب شاي كتير غير اللي بيشرب شاي كل اسبوع غير اللي بيشرب شاي كل يوم، في كميه ستينز بتدخل على الاسنان، يبقى انت كميه ستينز اللي هتدخل على اسنانك غير كميه الستينز اللي هتدخل على اسنان الشخص التاني، وممكن الشخص التاني المحافظين هتلاقي اسنانهم منوره سنه سنه ونص، والله يعني بتفضل سنانه طبعا مش بنفس الدرجة ولكن بيفضل عنده برايت تيث سنة وشوية سنة وأكتر، عجباه خلاص شكل سنانه. أما شخص مثلا بيشرب شاي 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 قهوة قهوة قهوة، ما طبيعي سنانه هتهدى بسرعة. أوكي، يبقى أنا لازم أعرف العيان بيعمل إيه عشان أتكلم معاه في الحتت دي. أوكي، طيب قلنا لازم أدسكاس معاه كل حاجة. في لمعلوماتكم برضو في بعض البيشنتس اللي احنا قلنا ان هو اسنانه هتصفر بسرعه، ده محتاج مثلا يكمل بهوم بليتشنج. ايه فكره الهوم بليتشنج بعد الان اوفيس؟ ان هو اي ستينز بتتكون احنا ننزل عليها نضيعها على طول، فحضرتك حالتك محتاجه الهوم بليتشنج بعد ما نخلص الان اوفيس وتخلي بقيته معاك. طبعا الكلام ده هنتكلم فيه في الاخر واحنا بنقول على حاجات الفولو اب. اوكي، بس احنا عايزين نفهم ان برضو
الموضوع is a kind of treatment، يعني مش كل عيان السيناريو هيمشي معاه زي التاني. لكن احنا للأسف بنعمل ايه، احنا حافظين مش فاهمين كل العيانين بنتعامل معهم بنفس السيناريو، وده غلط كبير قوي. وانا طبعا اشتغلت حالات كتير جدا جدا، فمش قادرة اقول لكم كل حالة بتمشي بطريقة غير التانية تماما. يعني كل patient بيحتاج تريتمنت غير التاني، اللي بيحتاج هوم بليتشنج، اللي بيحتاج مايكرو ابريجن قبل البليتشنج اصلا. فهمتوا الفكره؟ اوكي خلاص، اتكلمنا مع البيشنت وفهمناه كل حاجه وهو مقتنع، هنبدا بقى ندخل في البليتشنج سيشن نفسها. تمام، اول حاجه بنعملها ان احنا بنعمل ايه باللوجيك، اول حاجه واهم حاجه هو الشيد سيلكشن. طيب انا باخد الشيد علشان حاجتين، اول حاجه من حقي اعرف انا فتحت السنان دي قد ايه، ومن حق البيشنت برضو يعرف ان احنا كنا فين وبقينا فين. ليه؟ لان احنا لو سيبنا الامر متروك لعينينا المجرده ماشي، ممكن عينينا تخوننا. ممكن ابقى انا شايفه ان البيشنت سنانه لونها بقى حلو وابيض وهو مش شايف، يقول لي لا يا دكتوره ما افتحتش قوي، ونفضل بقى نيجوشييت بقى، لا انت اسنانك افتحت، لا ما كانتش كده. علشان يا جماعه البيشنت بينسى شكل اسنانه، دي حقيقه فعلا، هو بينسى شكل اسنانه اللي دخل بيه. اوكي، فاحنا هناخد الشيت علشان نفسنا الاول، وبعد كده بنطلع الشيت تاب اللي هي الشيت بالرقم اللي عليها ونصور، عشان لو ولا عيني ولا عينك والله في رقم هنا اهو على الباليتة بتاعت الالوان دي، او على الشيد جايد ده اللي هو فيه درجات الاسنان، واحنا كنا عند رقم كذا وبقينا عند رقم كذا. اوكي، فهو ساعتها هيفهم ان احنا انا مش بديك رايي ولا انت بتقول رايك، احنا عندنا شيد جايد ماشيين بيه. اتفقنا؟ طيب بناخد الشيد جايد قبل البوليشنج ولا بعد البوليشنج؟ احنا المفروض طبعا ان احنا بنعمل بولشنج قبل البليتشنج. طيب هناخد الشيت قبل البولشنج ولا بعد؟ طيب خدوا التريكة دي، احنا بناخد الشيت قبل البولشنج. طيب حد هيقول لي لا، ما هو يا دكتورة احنا اصلا قبل ما بنعمل بولشنج بيبقى فيه طبقة اللي هي طبقة البيوفيلم اللي على الاسنان، بتبقى فيها شوية extrinsic stains. فعلميا وعمليا الشيد الصح بتاع السنان بعرفه لما اعمل ايه؟ لما اعمل بولشنج، صح كده؟ واعرف السنه لونها ايه بالظبط. بس عايز اقول لك الكلام ده ليك انت كدكتور. اما البيشنت هو دخل عليا من باب العياده بلون اسنان معين، اوكي؟ عايز يخرج من باب العياده بلون اسنان تاني. فكل اللي حصل في النص في البروسيس اللي انت هتعملها هو ملوش دعوه بيه. لو هو دخل لك بلون عايز يخرج بلون، اوكي؟ فانت بقى بتعمل يعني بتتصرف، انت بتشتغل وبتخرجه بلون تاني، صح كده؟ طيب ايه المانع لما نحتفظ لنفسنا بالتو او ثري شيدز اللي هما بيروحوا بعد البولشنج؟ يبقى دي تركاية حلوة. انت عارف ان السنان بتفتح 1 اور 2 او حتى احيانا 3 شيدز بعد التيث بولشنج، يبقى احتفظ بالكام شيد دول لنفسك علشان كمان بعد البليتشنج السنان مثلا let's say هتفتحها 4 درجات 5 درجات مع الدرجتين او 3 بتوع البوليشنج، العيان البيشنت يطلع مبسوط اكتر. اتفقنا؟ اوكي. ولمعلوماتكم برضو البليتشنج علشان يبقى ناجح مش اقل من 5 شيدز، يعني انت لو محقق 5 شيدز it's very acceptable. اوكي، طيب هناخد شيد بقى ازاي؟ معلومة دي مهمة جدا. اشهر حاجه مثلا بنستخدمها هو الفيتا بان كلاسيكال. اوكي، طيب في ناس بقى بتيجي تغلط بتعمل ايه؟ ركزوا معايا كده على الترتيب اللي انا مرتبه بيه الفيتا بان كلاسيكال هنا. الترتيب الاصلي كان بيبقى ايه؟ كان بيبقى A1 A2 A3 A4 مجموعه الA، وبعد كده B1 B2 B3 وهكذا. تمام، الترتيب ده مش according to value، ده according to hue. يعني ايه hue؟ يعني الشيد جايد مترتب على حسب درجات الالوان، مجموعه A مجموعه B مجموعه C. لا، انا عايزه الشيد يكون مترتب according to value. بصوا لي على الصوره دي، الشيد جايد شكله ايه؟ فواتح في اول الشيد وبعد كده متدرج لحد الغوامق.
اوكي طيب الترتيب ده اهو مكتوب قدامكم، عايزين تاخدوا سكرين شوت من هنا اتس اوكي، عايزين تعملوا سيرش على النت بس يعني الاحسن خدوا سكرين شوت عشان ما تتعبوش بس قبل ما تعملوا سيرش. انتوا لو حبيتوا تعملوا سيرش هتكتبوا فيتا بان كلاسيكال ري اورجانيزد اكوردنج تو فاليو، هي حاجه ثابته، هي حاجه علم، هو حاجه ثابته موجوده مش انا اللي مخترعها. ماشي طيب، ممكن حد يجي يقع في غلطه بقى ان هو ياخد الشيت بالفيتا بان كلاسيكال من غير ما يرتبوا الترتيب ده، هيلاقي ال A1 مثلا، يعني نكون احنا في الشيد A3 حلو A3 والبيشنت اعمل له بليتشنج يبقى A1، ساعتها هنقول ايه؟ احنا فتحنا درجتين. طبعا الكلام ده مش صح خالص، انت هيجي لك احباط والعيان هيجي له احباط ماشي حتى لو هو عاجبه لون سنانه، بس انت بتقول له درجتين، يعني ايه بعد كل ده نكون فتحنا درجتين بس؟ يعني الحقيقه بصوا بقى هنا ال A1 فين وال A3 فين، احنا فتحنا اكتر من درجتين، احنا فتحنا حوالي 3 او 4 درجات. اوكي يبقى الفيتا بان كلاسيكال برجع ارتبه، انا برتبه according to value، افتح حاجه في الشيت جايد ده هي ال B1 فهيبقى B1 A1 B2 D2 وهكذا. اوكي طيب حد هيسالني هو انا بقى لازم ارجع ارتبه تاني according to hue علشان اخد بيه الشيت بتاع الكراونز والسيراميكس عامه؟ هقول لكم لا، ان شاء الله لما تاخدوا كورس فيكست مع حد اكيد هيجيب لكم سيره ان اهم حاجه في الشيد هو الفاليو، اهم حاجه الفاليو، اهم من اللون، اهم من اللون. يعني انت ممكن تاخد شيد على الشيد جايد وهو مترتب كده، مش لازم ابدا ترجع تعيد ترتيبه، لان احنا اهم حاجه باخدها الفاليو، حتى لو مختار الهيو اللي هو اللون غلط، فطالما مختار الفاليو صح الشيد هيعدي، اما لو مختار لون السنه صح ومختار الفاليو غلط، يعني فاليو يعني ايه؟ يعني اخترتها درجة الفتحان او الغمقان بتاعها اخترته غلط، الشيت كله هيبقى غلط. اتفقنا؟ مش عايزين بس نبعد عن الجزئية بتاعت البليتشنج اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة، هو ده الترتيب الصح اللي انا باخد بيه الشيت. طيب شركة فيتا نزلت شيت جايد مور اكيوريت اسمه فيتا بليتشت جايد 3D ماستر. طيب ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن شيت جايد مترتب على حسب اللون بتاع السنان اللي هو بتاع 95% او 98% of the population، يعني 95% من البني ادمين لون سنانهم في الدرجه دي. انا بقول لون مش فاتح ولا غامق، انا بقول لون اللي هو الهيو اللي هو السنه دي على اصفر، السنه دي احمر فاصفر، لونها ايه؟ لكن هو جاب اللون اللي هو تقريبا في الاي، يعني احنا هنا في درجات الاي، ولكن هو مرتبه اكوردنج في در يعني عامه في درجات الاي اللي هو اكتر لون، هو الهيمسفير اللي هو سنه اصفر على احمر اللي هو درجه سنان كل الناس، ولكن مرتبه من الفواتح الى الغوامق، بس زي ما انتم شايفين في درجات كتير، يعني مثلا هتلاقوا مكتوب 0.5 M1 1 M1 1 M2. فاكرين اللي هو اسمه 3D ماستر التاني العادي لو حد شافه، هو هتلاقوا فيه 1M1 اوكي، بس هنا فيه 1.5M1. انا اقصد ايه بالكلام ده؟ ان هو زي ما تقولوا مديني اوبشنز اكتر، اي زي ما تقول مثلا مسك درجه فتحها الى، يعني اداني اوبشنز اكتر في الفاليو. اوكي يعني هتعرفوا تختاروا بالظبط السنه دي فين بالظبط، عشان كده هو اسمه فيتا بليتش جايد 3D ماستر. اوكي ده احسن حاجه اقدر اخد بيها بليتشنج، هاخد اكيوريت انا فتحت كام درجه بالظبط. اتفقنا؟ طيب الحمد لله خلاص خدت شيد، سجلته عندي، صورته، وريته للعيان في المرايه، تنسوش الحته دي، خليه يمسك الشيد بايده كده يبص في المرايه عشان يعرف ان هو ده كان لون سنانه وان احنا مش بنضحك عليه. اتفقنا؟ طيب بعد ما خدت الشيد هبدا بقى اعمل البولشنج بتاعي او السكيلينج والبولشنج. طيب حد هيسألني بنعمل سكيلينج وبولشينج في نفس اليوم ولا بأجل، يعني بعمل سكيلينج وبولشينج وبعد كده أعمل بليتشينج في نفس اليوم ولا نأجل؟ هقول لكم على حسب الحالة. حد سنانه كويسة جدا، الأورال هايجين كويس، ما عندوش جينجيفايتس، ما عندوش بيريدونتايتس، ما عندوش أي مشكلة، بس عنده شوية بليك بسيطة ماشي في الانتيريور مثلا، ممكن ان انا اعمل له الجلسه النهارده سكيلينج
والبوليشنج وابدا بليتشنج في نفس اليوم. حلو. طب لو انا جات لي حاله بقى واحد عنده سيفير جينجيفايتس اند بيريدونتايتس وعنده بليك كتير قوي وعنده انتوا عارفين طبعا شكل الجينجيفايتس او الاجريسيف بيريدونتايتس اللي هو لسه بتبقى ورمه، بتبقى كبيره، بتبقى منزله دم كتير، الاحسن ان انا اخليه يحصل له هيلينج الاول وبعد كده اعمل البليتشنج. طب لو انا عملت بليتشنج في نفس اليوم، مشكلتين. اول حاجه مش هتعرف تحط الجينجيفال بارير او الليكويدام اللي هو بيحمي اللثه، بسبب ان الجينجيفال فلويدز هتبقى زياده شويه وهيبقى فيه بلد، فانت هتيجي تحط الليكويدام مش هيثبت، فهيحصل بيرنز كتير، العيان هيتلسع جامد في كذا حته. اوكي. تاني مشكله، احنا عندنا بلد، فانت بعد ما تخلص البليتشنج البلد ده حاجه لونها غامق، صح كده؟ واحنا بنمنع البيشنت من اي حاجه غامقه بعد البليتشنج، فتخيل انت تشيل الليكويد دم من هنا يروح البلاد نازل لك على السنان من هنا، يبقى احنا كده ايه يعني، ما عملناش حاجه. فالاحسن لو في فرصه طبعا افهم البيشنت ان هو محتاج يعمل يستنى شويه مثلا لايك اسبوع، تمشيه على اورال هايجين ميجرز وبعد كده يجي نكمل له البليتشنج. اتفقنا؟ طيب ايه احسن حاجه اعمل بيها بولشنج بيفور ذا بليتشنج سيشن؟ انا ايه الهدف من البولشنج؟ ان انا اشيل البايوفيلم والاكسترنسك ستينز اللي على السنان علشان احسن دخول الاكسجين فري راديكلز اللي طالعه من الجل داخل السنه بتاعتي، صح كده؟ طيب لو حد عنده جهاز البروفي جيت اللي هو بيعمل الاير ابريجن ده، اتس اوكي، ده حلو جدا، هو جهاز بيتحط فيه نوع باودر بحجم مايكرون، حجم معين للبارتيكل سايز يعني معينه، وبيترش كده على السنه ببريشر فيطير لي كل البايوفيلم والاكسترنسك ستينز. اوكي. طيب لو انا الجهاز ده مش عندي، مفيش مشكله، بعمل بولشنج. احسن اوبشن انا بستخدمه اللي هو البيوميس باودر او بيوميك باودر، يعني مش عارفه الاسم الصح، تقريبا بيوميس باودر. احنا عندنا مثلا في مصر لقيت فيه نوع اسمه بيدرا، فهو ده اللي انا بستخدمه، بيوميس باودر، نوعا ما مش ابريسيف قوي يعني، عشان هو فور دنتال يوز، بعمل بيه بولشنج كويس. ليه؟ لان هو بيشيل لي الاكسترنسك ستينز احسن، بيحسن لي من البروبرتيز بتاع سطح الانامل علشان الاكسجين فري راديكلز يحصل لهم بنتريشن كويس في السيمي بيرميبل انامل. طبعا انتوا عارفين ان الانامل بتاعنا سيمي بيرميبل، يعني بيسمح بدخول زي مثلا بيسمح بدخول الحاجات زي الاكسجين اللي في الجل، الستينز، الكلام ده كله. اوكي. طيب ليه انا ما بحبش، انا مثلا ما بحبش استخدم او مش مفضل ان انا استخدم بوليشنج بيست؟ يعني اوكي، ممكن تلاقي مثلا حد بيقول لك ممكن يبقى البيست اويل فري، فلورايد فري، ويستحسن بلاش بيست خالص. البيست ممكن يبقى ناعم، يعني سوري مزفلط شويه، هينعم لي سطح السنه، هيخليها سموث، ولو في اويل هيخلي السنه اويلي. يا ريت يا جماعه يا دكاتره بعد اذنكم لو في حاجه في الصوت او الصوره اكتبوا لي على طول، طمنوني بس ان الدنيا ماشيه كويس. طيب انا مش عايزه حاجه ناعمه، مش عايزه حاجه اويلي، مش عايزه حاجه تخلي سطح الانامل بتاعي سموث ولا ناعم كده، انا عايزاه مش هقول خشن، هقول تمشي كده صباعك هيتحس ان السنه كده ريزيستنت كده، تمشي صباعك كده على السنه تحس ان هي مش ناعمه، تحس ان هي بتزيق كده، ده معناه ان انا شلت البايوفيلم خالص والسنه بتاعتي جاهزه ان انا احط عليها الجل، لكن بلاش اي حاجه ناعمه وبلاش اي حاجه اويلي. اوكي. طب لو انا ما عنديش في العياده غير بولشنج بيست ناعم كده ومزفلط واويلي، هعمل ايه؟ اضعف الايمان يا جماعه، نستخدم الفرشه اللي هي البولشنج براش او الرابر كاب من غير اي حاجه، يعني ما تحطوش عليها حاجه. لو عندكم بيومس باودر ممكن يكون بيتباع مثلا، اشتروه مفيش مشكله. حد عنده جهاز البروفي جيت هايل جدا. اتفقنا؟ طيب بعد ما بنعمل تيث بولشنج خلاص بننشف السنان كويس جدا، ما نسيبش عليها اي ميه. اوكي. طيب الخطوه اللي بعدها هبدا اعمل الاورال تيشو بروتكشن بتاعي، يعني بحمي السوفت تيشوز ويعني بعمل بروتكشن اوفر اول علشان ابدا احط الجل. طيب انا محتاجه احمي ايه قبل البليتشنج؟ محتاجه، وده يا جماعه الكلام ده
مهم. احنا هنا في الحتة اللي العيانين بيشتكوا منها، صدقوني ال البيشنتس بيشتكوا هنا، اخر حاجة بيشتكوا منها النتيجة، بيشتكوا هنا. فنركز في الحتة دي. طيب انا محتاجة احمي ايه؟ محتاجة اول حاجة تعمل لي ريتراكشن كده زي ما انتوا شايفين، علشان تخلي السنان واضحة، علشان اعرف اعمل ابليكيشن للبليتشنج جل ستريس فري، يعني ابقى بحط الجل وانا مرتاح. اوكي، دي اول حاجة. تاني حاجة محتاجة حاجة تحميلي الشفايف، اللبس. شايفين الريتراكتور ده؟ هو عمل لي ريتراكتنج حلو قوي للتشيكس وكله تمام، ولكن الشفايف هنا مش محمية. هنعرف دلوقتي ده ممكن يسبب لي مشكلة ازاي. طيب تاني حاجة، يبقى انا قلت عايزة حاجة تعمل لي ريتراكتنج، عايزة حاجة تحمي اللبس، عايزة حاجة تحمي الجنجبة علشان الجل ما يجيش ان كونتاكت معاها، عايزة حاجة لو جات لي حالة، ركزوا كده في السنان دي اللي هي القافلة على بعض دي، اوفر بايت. تخيل انت مثلا بيشنت هيعض بالمنظر ده، ما هو اللور ارش مش هيبقى، مثلا لو احنا حاطين لايت، اللايت مش هيبقى داخل على اللور ارش ده، مش هبقى عارفة احط الجل براحتي. لو في حاجة عايزة اعدلها مش هعرف، فانا عايزة حاجة تبعد لي الابر واللور تيث عن بعض. اه بتقابلوا على فكرة، احنا قلنا كل حالة ليها ظروفها، كل حالة ليها شكلها. يجيلك بيشنت بقه كبير، بقه صغير، بيشنت كوبرتيف، بيشنت مش كوبرتيف، الكلام ده مهم جدا. اوكي، طيب يبقى انا عايزة حاجة تبعد اللور ارش عن الابر ارش. تالت حاجة عايزة حاجة تعمل تانج ديبريشن. انتوا لو تلاحظوا اثناء ما انا بعمل بليتشنج، البيشنت بيفضل يجيب سنان، لسانه بيفضل يجيب التانج على الاسنان. طب ده بيعمل لي مشكلة في ايه؟ سلايفا، والتانج ممكن يحرك البليتشنج جل، اتفقنا؟ فبيعمل لي مشاكل شوية، بيضايقني شوية اثناء الشغل، تمام؟ طيب يبقى ده اللي انتوا شايفينه، ده الريتراكتور، ده هو احسن حاجة، احسن شكل ريتراكتور اقدر استخدمه اثناء البليتشنج. ليه بقى؟ عامل لي بروتكشن لللبس كويس all around، تمام؟ عامل لي tongue depression، يعني نقول للبيشنت، والله يا جماعة مرة افتكرت الموقف ده دلوقتي، مرة بيشنت جالي كان عامل بليتشنج قبل كده، تخيلوا كان شكوته ايه؟ كان شكوته ان الدكتور كل شوية يقول لي دخل لسانك جوه، دخل لسانك جوه، ما تحركش لسانك، ما تحركش لسانك. طب انا هعمل ايه؟ والله literally يعني انا مش بخترع مواقف، الموقف ده فعلا حصل، كان متضايق عشان الدكتور قال له ما تحركش لسانك. انا عندي هنا حاجه اسمها تانج ديبريسور، اللي هو هقول له اول ما لسانك يجي ناحيه قدام خليه يلمس الجزء ده اللي هو في النص اللي انتوا شايفينه ده، اوكي؟ وفي نفس الوقت هو موضح لي كل السنان علشان اقدر اشتغل براحتي. طيب احنا عندنا هنا مشكلة ان الريتراكتور ده بيتباع مع كيت معينة كده، مش بيتباع لوحده، هو بيتباع مع الكيت دي، فاحنا ما كانش قدامنا حل غير ان احنا نشتغل بيه الريتراكتور اللي هو conventional اللي انتوا شفتوا صورته اللي هو ده، ما عندناش حل غير ان احنا نشتغل بده. او في نوع تاني سيليكون بينزل، يعني احنا مثلا عندنا هنا في مصر الريتراكتور نازل باسم شركة اسمها بلانك وان، اوكي؟ ممكن يكون في انواع تانية ريتراكتور سيليكون، يعني الريتراكتور ده في منه سيليكون، يعني الريتراكتور ده مشكلته ان هو ناشف وكبير قوي، ناشف هيضايق البيشنت وكبير، مش بيركب. اصلا انا جربته كذا مره، ما بيركبش على كل الاحجام الفم يعني، وساعات بيضايق الناس جدا علشان ناشف جدا، ولو كبير عليهم كمان هيعمل لهم ستريتشنج قوي، فالموضوع ما بيبقاش مريح خالص. اوكي، طيب ايه اللي بيضايق البيشنت اثناء ما انا بركب الريتراكتور؟ خلي بالكم من الحته دي كويس. شايفين الريتراكتور ده بيخبط في الفيستيبيول فوق هنا، فوق في الحته دي، فتلاقيه كل ما يجي يقفل مش قادر، هو الريتراكتور بيخبط في الفيستيبيول فوق، بيخبط في عظم الفك اللي فوق، فانت كده مش هتعرف تركب الريتراكتور، وفي نفس الوقت مش هتعرف تشتغل من غيره. فبيجي هنا الاختراع اللي اسمه السيليكون ريتراكتور، اللي هو نفس الشكل ده بس السيليكون ده، بيحل الموضوع تماما، لان انا شخصيا جربته
لقيت ان الريتراكتور العادي او اي حاجه بلاستيك بتخبط هنا في العظم، الموضوع مؤلم جدا. انا جربته، الموضوع مؤلم جدا. تخيل انت هتخلي البيشنت في الالم ده وتفضل تعمل مثلا جلسه ربع ساعه تلت ساعه وهو متالم كده، الموضوع مش هينفع. اوكي، فلو في فرصه يا جماعه ندور على السيليكون ريتراكتور ده. طيب هو انا ليه عايزه احمي اللبس؟ شايفين اول حاجه بتحصل ان انا لو ما عملتش حمايه لللبس اول اراوند ومشغله جهاز البليتشنج، اوكي، يعني لو انا شغاله كيميكال دي حاجه، لكن لو انا شغاله باللايت هيحصل زي ما انتم شايفين في الصوره، الفيرميليون بوردر بتاع الشفايف هيغمق. فيرميليون بوردر يعني الحدود بتاعه الشفايف هيطلع لونها غامق، فالبيشنت هيطلع يبص فجاه في المرايه يقول انا يعني شفايفي ما كانتش كده، شفايفي اغمقت. فحصل فعلا موقف ان في دكتور قال للبيشنت لا انت كان شفايفك كده من الاول، بس انا يعني انا عرفته لا، جهاز البليتشنج بيعمل كده ليه؟ علشان الفيرمينيون بوردر سنسيتيف تو ذا هيت، فبالتالي الميلانين سيلز اللي في المنطقه دي بتبدا تشتغل علشان لقت حراره جايه ناحيتها، فاحنا عايزين نعمل حمايه، احنا عايزين نعمل سد. فالسد ده هيجي ازاي؟ من الميلانين سيلز، والميلانين سيلز دي بتاعت ايه؟ بتاعت الصبغه. فهتلاقي البيشنت، على فكره دي بيشنت من البيشنتس بتاعتي، فهتلاقي الشفايف اغمقت بالشكل ده. فطبعا لو هي في ميل بيشنت او عندها مناسبه، هي متخيلين؟ متخيلين طبعا الخناقه اللي هتحصل. اوكي، طيب ده المفروض ان هو هيروح لوحده مع الوقت، ويعني أسوأ الظروف لو ما راحش ممكن بالليزر ثيرابي كده ممكن يتعالج، الموضوع سهل. اوكي، يبقى انا بحمي الشفايف اول اراوند علشان الموضوع ده. تاني حاجه مش بس بحميها، انا لازم اغطيها. مثلا لو انتوا هتغطوها بقطن او بتفلون مثلا، لازم تخلوا المنطقه وات. احنا فهمنا حتى لو انا حطيت الريتراكتور اللي زي ده، انا لازم اخلي من ورا كده، من ورا احشر كده وات قطن. ليه؟ احنا قلنا ان هو سنسيتيف تو هيت، فالحراره هي اللي يعني هي اللي بتغمق لي الشفايف، مش الضوء، مش لون الضوء نفسه. اتفقنا؟ طيب تاني حاجه، شايفين الحادثه دي؟ ده بليتشنج جل got in contact with the lips، عشان كده برضو بنقول we must protect the lips اثناء البليتشنج، خصوصا لو انتوا بتستخدموا هاي كونسنتريشن بليتشنج جل. انا عارفه ان انتوا عندكم الاوباليسنز، 40% هيدروجين بيروكسيد، فاحنا لازم نحمي اللبس اول اراوند علشان ما يحصلش كده. ده هنا حصل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. اوكي، حصل هنا هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، فبالتالي هي اللي عملت المنظر ده، فالشفه اتنفخت. تمام، طيب بيحصل ايه لو احنا يعني لو حصلت الحادثه دي هنتصرف ازاي؟ اول حاجه نهدي البيشنت، نقول لها ان ده حصل بسبب ان البليتشنج جل جه ان كونتاكت مع الشفايف. تمام، طيب لازم في نفس اليوم او بعدها على طول لازم ادي حقن الديكساميثازون اللي هو حاجه يعني حاجه ضد التورم، وتعمل كولد فومنتيشنز. يعني ايه كولد فومنتيشنز؟ يعني حاجه فيها حاجه ساقعه، اوكي، يعني حاجه بارده تعمل بيها كمادات علشان الموضوع يهدى. لو اتاخرت الموضوع مش في صالحها. اوكي، عشان حصل معايا فكره دي برضو، one of my patients اتاخرت، خدت الحقنه تاني يوم، وبدل ما تحط كمادات بارده حطت التلج دايركت على الشفه، فبالتالي الشفايف اتحرقت اكتر. اوكي، يبقى ناخد بالنا كويس جدا. طيب حد هيجي يسالني لو انا مش متوفر معايا اللي هو الريتراكتور اللي بالشكل ده، ومفيش غير الريتراكتور ده، ماشي، يعني مفيش غير الريتراكتور ده اللي هو مشهور في كل حته اللي احنا بنستخدمه، ايه الحل؟ اول حاجه هجيب مرايه للبيشنت واديها له يبص فيها، وهقول له لو فتحت بقك واحنا شغالين هيحصل المنظر ده اللي هو ايه؟ شايفين هنا والبيشنت دي فاتحه بقها واحنا حاطين الريتراكتور ده، ايه اللي حصل؟ اول ما فتحت ال upper teeth got contact with the upper lip وال lower teeth got contact with the lower lip، فهي دي هي دي اللحظة اللي ممكن الجل يلمس فيها الشفايف، وممكن جدا هيحصل حاجتين. اوكي ماشي، سوري، ممكن جدا هيحصل حاجتين،
هيحصل اللي هو الوايت بيرن دي، هتلاقوا الشفة لونها ابيض، اوكي، او هيحصل الانتفاخ اللي احنا شفناه من شوية اللي هي الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. اوكي، طيب لو انت قلت العيان لو سمحت ما تفتحش بقك اثناء الجلسة، هيقول لك حاضر من عينيا الاتنين، واول ما الجهاز يطفي او اول ما تقرب منه هيروح فاتح. دي حركة لا ارادية. فانا لما اجيب له المراية قدام عينه، seeing is believing، حضرتك لو فتحت بقك واحنا شغالين ماشي هيحصل كده، الجل هيلمس شفتك فممكن يحصل حرق. اوكي، طيب فهو هتفضل الصورة دي في ذهنه صح كده، فاثناء ما انت شغال صح هيفتكر الصورة دي فهيفضل قافل. الحركة دي مفيدة جدا جدا، اعملوها لو حد مش متوفر عنده اي حاجة غير الريتراكتور ده. تاني حاجة، هنجيب ويت كوتن نحطه اول اراوند، نحاول نثبته باي طريقه اول اراوند اللبس ماشي، عشان ما يحصلش غمقان. اوكي، في دكتوره كاتبالي تقريبا ده اختراع بيحمي اول اراوند، حلو قوي، بس برضو لازم نحط ويت كوتن حواليه علشان الهيت. اتفقنا؟ طيب خلصنا قصه اللبس، ندخل بقى بعد كده عايزين نحط الجينجيفال بارير بتاعنا. اوكي، شايفين الصوره اللي فوق؟ برضو حاله من حالاتي. ايه اللي حصل؟ سيفير بيرنز، الجينجيفا كلها محروقه تقريبا. ليه؟ علشان الجينجيفال بارير او الليكويد دام ما كانش محطوط كويس صح كده، فحصل زي ما تقولوا ليكج، يعني انا كاني حاطه الجل من غير حاجه، كاني حاطه الجل منه للسنان على الجينجيفا على طول. طيب امنع الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه دراينس كويس جدا فور ذا تيث، السنان تبقى ناشفه كويس جدا. الليكويدام ده اللي محطوط ده بيجين ريتنشن من السنان، لكن احنا فاهمين ان الجنجفا دي بيطلع منها فلويدز، عمر ما الليكويدام هيثبت عليها يا جماعه. انت لازم تنشف السنان كويس جدا، اوكي، وبعدين تحط الجنجفا البارير بتاعك وتاخد بالك. شايفين الصوره اللي عليها اسهم دي؟ يعني لازم الجنجفا البارير ينزل كويس قوي انتر بروكسيمال، اوكي، يا اما هيحصل حرق في الحته دي. اتفقنا؟ طيب ويفضل علشان الجينجيفال فلويدز ما تنزلش، يعني انا دلوقتي نشفت السنان كويس قوي، اول ما احط الليكويد دام مثلا على سنه او سنتين او ثلاثه، تخلي الاسيستنت تعمل باللايت كيور على طول بعدها، علشان خلي بالكم في انواع ليكويد دام او جينجيفال باريرز بتبقى سايله شويه، فانت تيجي تحطه وتتاخر في ان انت تعمل له كيورنج، فيحصل ايه؟ ينزل على السنه، فترجع تشيله فيحصل هاسل، فموضوع ما يبقاش لطيف. خلي الاسيستنت جنبك باللايت كيور تعمل كيورنج على طول، فبالتالي ينشف على طول. ويفضل طبعا، شايفين الصوره اللي فوق دي؟ هي دي، هو ده الشكل بتاع الجنجيفال بارير، لازم يتحط كده في الاخر. طبعا في نوع بليتشنج كيت نزل عندنا هنا في مصر، ده ما بيحتاجش جنجيفال بارير، بس عشان ده 5% هيدروجين بيروكسيد اللي هو 16% كارباميد، ده مش محتاج جينجيفال بارير. بس almost all the bleaching products ده يعني دي الخطوات الثابته بتاعتها. اتفقنا؟ طيب هي اصلا مشكله البيرنز دي مجرد اللون الابيض؟ لا، مش عايزين ندخل في تفاصيل عشان ما شتتكمش، ولكن مشكله ان الجل يجي على الجينجيفال دي حاجه في غايه الخطوره، التفسير بتاعها خطر جدا. هو بس let's say دلوقتي ان هو حرق، بس هو حاجه خطيره. اوكي، لو حصل مره اتس اوكي، الجسم خلاص بيتعامل معاها، ولكن ما تستهونوش بان الجل يلمس السوفت تيشوز، ما تستهونوش ان الجل يلمس الجنجفا. اتفقنا؟ عشان التفسير بتاعها مش كويس. طب لو حصل اي بيرن او حصلت البيرنز دي، على طول هنجيب كبسوله فيتامين اي. فيتامين اي از ان انتي اوكسيدنت، اوكي، وبيساعد على الهيلينج، وممكن اجيب كمان حاجه اسمها زي صوديوم بايكربونيت اللي هو حاجه الكالاين، انا بس دي حاجه اسيدك لمست، يعني حاجه اسيدك وحاجه الخطر مش في انها اسيدك، الخطر في ان كميه اكسجين كتير لمست السوفت تيشوز عندي، فانا بحط فيتامين اي انتي اوكسيدنت، وممكن احط صوديوم بايكربونيت، فعلى طول ان شاء الله هنلاقي الهيلينج بيحصل في نفس اليوم. اتفقنا؟ طيب خلاص عملنا بروتكشن لللبس، للجنجفا، للسوفت تيشوز، خلينا الدنيا وات،
كله تمام، نبدأ نعمل ابليكيشن للبليتشنج جل بتاعنا. خلي بالكو يا جماعة، خلي بالكو، اول ما اطلع السيرنج بتاعت البليتشنج جل بلاش ادوس مرة واحدة، صدقوني. يعني اي منتج، انا طبعا هو في فرق بين انواع البليتشنج جلز بين كل منتج والتاني، لكن بلاش اول ما نفتح كده نروح دايسين، ممكن بيبقى فيه نيجاتيف بريشر او حاجه فالدنيا تبوظ مننا ويحصل الحرق يعني هيحصل مشاكل. فاحنا بنتست كده بره حاجه بسيطه، بره خلاص الجل خرج من السيرنج ابدا احط على الاسنان. ماشي، ببدا احط زي ما انتم شايفين كده، بخلي يعني المفروض مثلا 1 ملم او 1.5 ملم، يعني مش هنعرف طبعا نقيس، فانا بقول لكم انتوا بتحطوا الجل بالمنظر ده بتبقى السنة نوعا ما مش باينة من، يعني مش باينة من سمك الجل شوية. اتفقنا؟ اوكي. وبعد كده لو هنشتغل كيميكال خلاص هنخلي البيشنت قاعد، طبعا كل كيت ليها الوقت المحدد بتاعها، اتفقنا؟ كل بليتشنج كيت ليها الانديكيتور بتاعها، يعني مثلا في بليتشنج جل يطلع بابلز ده معناه ان هو خلاص جاب اخره، اتفقنا؟ في بليتشنج جل بدل ما كان سوفت بقى هارد، في بليتشنج جل يغير لونه، فما تثبتوش، ما تقولوش مثلا اصل البليتشنج جل ده الكيت الفلانيه بتقعد وقت كذا وبعد كده الجل بيتحول من اللون كذا للون كذا، ده للكيت دي فقط. ماشي، طيب لو هتشتغل كيميكال اتس اوكي، لو هتشتغل باللايت هنحط اللايت وهيبقى بين اللايت وبين البيشنتس ماوث 5 سم. ماشي، وعايزه اقول لكم على حاجه، البيشنت هيبقى متضايق من الحراره، فتفهمه لو انت جايب جهاز بقى محترم هاي انتنسيتي هو هيبقى متضايق شويه من الحراره، فهمه ان ده طبيعي واحنا كده كده بنبعد الجهاز شويه. تمام، غير كده المفروض ان الجلسه تبقى لطيفه جدا. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، لو احنا حاشين البق كوتون وحاشين البق حاجات كتير وعاملين بقى الريتراكتور ده وحاطين حاجات يعض عليها وكوتن اول اراوند فوق وتحت، بيزود السلايفيشن، وكل ما تزيد السلايفيشن كل ما الموضوع يبقى هنقعد بقى عارفين اللي هو نلاحق من هنا ومن هنا والبيشنت فيه سلايفا كتير ويبدأ السلايفا تيجي على البليتشنج جل وتغرق الدنيا. فكل ما قللت حاجات جوه الاورال كافيتي كل ما كان الموضوع ألطف. طب حد هيسألني ازاي هبعد اللور ارش عن الابر ارش؟ بلاش كوتون، يعني يعني ممكن اخرك تحط كوتون بسيط في الفيستيبيول كده ابر ولور، وانا ساعات ما بحطش لما بستخدم الريتراكتور اللي انا وريتهولكو اللي هو السيليكون ده ما بحطش حاجه. طب لو معاك الريتراكتور العادي، عارفين السكشن، عارفين السكشن اللي هي بتاع البلاستيك دي، قصوها وخليه يعض عليها. المهم ان هو مش كوتن، ما تحطوش حاجات تخلي السلايفيشن يزيد جوه الاورال كافيتي. اتفقنا؟ طيب، وبعد كده بتقعدوا بقى كل شويه تشيك على البيشنت، لو في سلايفا كتير بتحطوا السكشن، لو الدنيا تمام ما فيش مشكله بتشغلوا له بقى اي حاجه انترتينمنت كده زي ما احنا عارفين وخلاص. طيب، عايزين نعمل سيشن تانية، هنشيل الجل. ماشي، بنشيله ازاي بقى؟ بنشيل الجل ازاي؟ السكشن بنشيل التيب بتاعته، اللي هو الهاي سكشن، بنشيل التيب بتاعت السكشن دي فبيبقى فيري هاي سكشن، فتمشي على سنه سنه تشفط الجل من عليها، وبعد كده زي ما انتم شايفين الصوره التانيه هنعمل بالاير ووتر سينج نعمل رينزنج. اتفقنا؟ بس اهم حاجه لازم نشيل الجل بالسكشن الاول. هنعمل سيشن تانيه هنعيد، ما بنشيلش طبعا ولا الجينجيفال بارير ولا الكلام ده كله، انت بتشيل الجل تنشف السنان كويس قوي وتعمل سكند سيشن تحط الجل زي ما اتفقنا وهكذا. طيب، ماكسيمم عدد سيشنز يعني ممكن اقول لكم 3، بس هو ما بيحصلش، مش بنلحق نكمل 3 بسبب المنتجات اللي هي الهاي كونسنتريشن هيدروجين بيروكسيد دي، مش بنلحق اصلا نكمل، فهم بيبقوا غالبا 2 سيشنز ان ذا سيم داي، خصوصا لو بلايت. لو بكيميكال يبقى وقت السيشن نص ساعة، فأنا مش عارفة البيشنت هيستحمل يقعد نص ساعة تاني ولا لأ. يعني جربوا كده، هات بيشنت حتى من غير بليتشنج ولا أي حاجة، قعدوه في مكانه كده فترة طويلة، موضوع يعني ممل وبيزهق البيشنت شوية. وعشان كده برضو ميزة إن تبقى السيشن وقتها أقل، دي ميزة. يعني لو جبت جهاز بليتشنج اللي هو اللايت، اللايت بيعمل ايه لمعلوماتكم برضه عشان تبقوا فاهمين، اللايت بيعمل اكسلريشن،
يعني اي بليتشنج جل بيتفاعل كيميكال، دي معلومة علمية، ولكن انا برضو عايزة اراعي ان انا في بني ادم قاعد معايا، فمش لوجيك مثلا ان انا اجيب له حاجة تقعده نص ساعة ساعة الا ربع. فلو اللايت فعلا هيخلي التأثير اسرع، ف it's good ان انا استخدم اللايت علشان اخلي السيشن بدل let's say for example بدل 30 minutes بخليها 15 minutes، دي حاجة كويسة. اوكي طيب، اخبرنا ايه مع السنسيتيفيتي؟ السنسيتيفيتي دي حاجة سيئة جدا. لو عيان قاعد قدامك حصل له سنسيتيفيتي سيفير سنسيتيفيتي، هو حرفيا هتلاقيه بيعيط، اوعى تفتكر ان انت كده دخلت مثلا في البالبايتس، لا انت لسه في السنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي دي شارب شوتينج بين، تحس ان البيشنت في لسعه. بس خلي بالكم انا جربتها، يعني انا جربتها عشان اعرف اقول لكم هو بيحس بايه. السنسيتيفيتي بتيجي لسعه فور 1 سكند وتروح، ماشي؟ فانتوا كده لسه في السنسيتيفيتي حتى لو هي مميته. اتفقنا؟ طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه ادي بنج، ادي انستيزيا وكمل. لا اوعى تكمل، احنا بندي بنج علشان انقذ الموقف، عشان اريح بس البيشنت وقتي عشان بس يعرف يروح، لكن مش ادي بنج وكمل، مستحيل، خطر. محدش يدي بنج ويقول لك بقى انا اديت بنج اعمل بقى النهارده 2 سيشن 3 سيشن 4، الموضوع ده خلي بالكم منه، ده مش صح خالص. اتفقنا؟ اخبار الصوت والصوره ايه؟ حد يقول لنا؟ ماشي. طيب تاني حاجه بعملها، لو البليتشنج كيت معاها حاجه اسمها ديسنسيتايزر او اللي هو حاجه اسمها وايتنينج موس، استخدمه احطه على الاسنان لمده ربع ساعه. تالت حاجه هعملها، ممكن اكتب له على توث بيست بتاع سنسيتيفيتي يدهنه على اسنانه ويسيبه مثلا لمده دقيقه او دقيقتين، علشان الاسنان تستفيد بالانجريدينت اللي موجود جوه التوث بيست ده، تدخل جوه اسنانه تهدي له الحساسيه شويه. ونفس الفكرة برضو للديسنسيتايزر اللي احنا هندهنه على الأسنان اللي هو جاي مع البليتشينج كيت. طب لو مفيش ديسنسيتايزر جاي مع البليتشينج كيت، حاجة اسمها كده، حاجة هتلاقوا بليتشينج جيل وهتلاقوا حاجة اسمها ديسنسيتايزر. ديسنسيتايزر ده اللي هو بيتحط على الأسنان بعد لو حصل له سنسيتيفيتي. طب لو عيان داخل عليك أصلا بيقول لك أنا عندي سنسيتيفيتي، والله على حسب. عشان كده لو تفتكروا في اول المحاضره، انا برضو مش يعني بحاول ما اطولش عليكم قوي، بس انا قلت لكم كل بيشنت هيتعالج بطريقه مختلفه عن التاني. يعني في بيشنتس عندهم سيفير سنسيتيفيتي انت ما ينفعش تعمل له اوفيس اصلا، مش هيقدر يستحمل 1 سيشن، مش هيقدر يستحمل 5 minutes from the first session، فده هيعمل ايه؟ هيعمل هوم بليتشنج على طول. يبقى انت حل حضرتك هوم بليتشنج. طب في عيان تاني هيستحمل 1 سيشن، في عيان تالت ممكن يستحمل 2 سيشنز، غالبا ممكن يبقى اولد ايدج شويه، كل عيان بيمشي السيناريو مختلف عن التاني. اتفقنا؟ طيب ويستحسن يا جماعه ان احنا نمنع السنسيتيفيتي من الاول. ازاي؟ من ضمن الاوبشنز اللي موجوده عندنا في مصر، انا يعني غالبا الكيت دي لسه مش موجوده عندكم، كيت لو كونسنتريشن. يبقى انا لو عندي بليتشنج كيت لو كونسنتريشن استخدمها لمين؟ العيان اللي عنده سنسيتيفيتي. الكيت اللي عندنا في مصر اللي انا قلت لكم عليها هي 16% كاربامايد، اللي هو يعادل، اللي هو بيخرج من ال 16% كاربامايد بيخرج منهم 5.5 هيدروجين. انتم متخيلين 40% هيدروجين مثلا زي اوباليسنس، او منتجات عندنا 38% هيدروجين ومنتج 5% هيدروجين، هل الاحساس دي هيبقى زي دي؟ اكيد لا، صح كده؟ فانا بوفق بقى، يعني انا بشوف كل بيشنت هشتغله ازاي. طب فرضا مثلا انتوا مثلا ما عندكوش ال 5% دي، هتعملوا ايه؟ يبقى اضعف الايمان، اضعف الايمان هستخدم الديسنسيتايزر اللي مع الكيت، ادهنه قبل الجلسه، اسيبه لمده ربع ساعه من غير لايت ولا اي حاجه، ادهنه بس كده على السنان، حلو؟ او يعني اعمل 1 سيشن ولو العيان مش قادر يستحمل يكمل هوم بليتشنج، او اعمل 1 سيشن واسنانه بقت لطيفه خلاص، او اعمل 1 سيشن والتانيه ولو مش قادر يستحمل اقول له خلاص احنا في الاخر، لو مش قادر يستحمل خالص وقفوا الجلسه فورا. يا رب اكون عرفت الم لكم بس موضوع السنسيتيفيتي، لان انا في البروجرام بتاعي موضوع السنسيتيفيتي ده بياخد وقت في الشرح، لان بنشرح بالتفصيل بقى ازاي السنسيتيفيتي بتحصل، وطبعا في النهايه بقى هقول لكم بعد ما تحطوا الديسنسيتايزر ممكن تدوا مسكن، ممكن ماشي، مسكن ممكن يهدي، بس بلاش يا جماعة مسكن قبل، مش هيعمل أي حاجة.
طيب تاني حاجة، بما اننا بقى ذكرنا ان انا ممكن التريتمنت بتاعي يدخل له الهوم بليتشنج، الهوم بليتشنج او الات هوم بليتشنج من الحاجات الهايلة جدا اللي بتحقق لي نتيجة لطيفة جدا باقل حساسية باقل كونسنتريشنز. تمام. طيب الهوم بليتشنج لازم البيشنت يفهم ان دي حاجة محتاجة منه التزام، دي اول حاجة. هيك هتلتزم يوميا زي ما انا هقول لك هنجيب نتيجة، هتلبسه يوم اه يوم لا وهتزهق منه مش هيجيب نتيجة، يبقى لازم patient cooperation ولازم انت تعمل مانجمنت صح. حلو كده. طيب انا محتاج ايه في الهوم بليتشنج؟ الهوم بليتشنج قلنا بما ان هو حاجه، يعني عايزه اقول لكم فاكرين الكيس بتاعت التترا سايكلين اللي في الاول، الافكت ده جاي بهوم بليتشنج. اه طبعا عشان دي حاله فيري اجريسيف، فالهوم بليتشنج بتاعها قعد 5 مانث. ده طبعا مش مع الناس الطبيعيه اللي هو زينا، احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا الانسان الطبيعي بيستخدمه اسبوعين ثلاثه ماكسيمم شهر. اوكي، بس انا بوريكم قد ايه الهوم بليتشنج ده قوي وكويس وديب، والايفكت بتاعه بيحصل سلو وديب وبيستمر. اوكي، فهايل لو انت بدأت بيه او هايل لو انت كملت بيه بعد الاوفيس. انا شخصيا عملت لنفسي اوفيس وبدأت في الهوم بليتشنج دلوقتي. حلو كده. طيب انا محتاجة ان انا اخد للبيشنت مقاسات الجينيت ابر ولور وابلغ المعمل. ممكن تعملوا اللي هو تحطوا حاجه اسمها حاجه تحقق لي ريزرفويرز جوه اللي هو هنقول عليه نايت جارد، هنقول ان هو ده نايت جارد. ماشي، هنخلي بس المعمل يحط نقط كده، نقط على الليبيال سيرفيس بتاعت الاسنان، يستحسن عند الانسايزر اتش يحط اي حاجه كده بحيث ان هو لما يصب الشيت بتاع النايت جارد يطلع فيه العلامات اللي هو كان حاططها على الليبيال سيرفيس. يا رب تكونوا فهمتوني. مش عايز يحط العلامات دي مش مشكلة، بس احنا بنقول الأحسن إنه يبقى فيه كده مكان نحط فيه البليتشنج جل ويفضل ثابت على السنة. الأحسن طبعا إنه هو يفضل ثابت على السنة علشان ما يجيش ان كونتاكت مع الجنجبة. خلي بالكو كويس قوي من الحتة دي، مش عايزين الأكسجين، يعني خلي بالكو احنا الهوم بليتشنج هنلبسه يوميا، فأنا مش عايزة يوميا الجنجبة بتاعتي تيجي ان كونتاكت مع بليتشنج جل. اتفقنا؟ علشان البيرنز وعلشان ما يلمسهاش كمية اكسجين كتير. اه احنا طبعا عارفين الكونسنتريشنز بتاعت الهوم بليتشنج اقل، بس احنا بنقول ان احنا بنلبسه يوميا، يعني يوميا في اكسجين بيجي ان كونتاكت مع السنان مع الجنجبة بتاعتي. الجنجبة ماشي، مالناش دعوة بالسنان كده كده في السليم، لكن انا عايزة احافظ على السوفت تيشوز ومش عايزة كمان ابلع بواقي الجل. ماشي، فاحنا هنعمل ايه؟ البيشنت لازم يلتزم ان هو ما يغرقش التري، ما يغرقش النايت جارد. هنقول نقطة عند كل سنة ماشي، او نقطة في الريزرفوير ده اللي احنا عملناه عند السنان من قدام. حلو كده. وحضرتك هتلبسه، بيتلبس يوميا يوميا. وانا من رأيي الشخصي بلاش تدي البيشنت الكمية كلها، حاول تقسم الكمية على 2 وتقول له روح استمر اسبوع وتعالى. علشان يا جماعه البيشنتس بتوع الهوم بليتشنج انت ممكن تسلمه الحاجه وما تشوفهوش تاني، فبالتالي انت كده علشان تشجعه يلتزم، عشان تشجعه ان هو يجي انت بتدي له نص الكميه فقط. يعني شوفوا بقى لو انتوا مثلا عندكم منتج مثلا في سيرنج واحده، اقسموه على 2 سيرنج، اتصرفوا. المهم ان البيشنت ما ياخدش الكميه كلها. حلو كده، علشان يجي في جلسه الفولو اب عشان تشوف هو التزم ولا لا. حلو كده. طيب احنا عندنا تقريبا الكونسنتريشنز بتاعت الهوم بليتشنج، في منتجات هيدروجين بيروكسيد وفي منتجات كاربامايد. انا يعني انا بفضل ان احنا نستخدم الكاربامايد. طبعا الاي دي اي ابروفد او الامريكان دنتال اسوشيشن ابروفد كونسنتريشن هي ال 10% كاربامايد بيروكسيد، بس يعني هي دي الابروفد كونسنتريشن. بس احنا ممكن نستخدم ايه؟ بنستخدم 10 و16 وفي منتجات 22 وفي منتجات 35 زي اوباليسنز اللي تقريبا موجوده عندكم، اوباليسنز هوم ده 35%. حلو. طيب ال 10% هيتلبس من 6 ل 8 ساعات during sleep. تمام. طيب ال 16% ممكن في حدود مثلا من ساعتين ل 3 ساعات. ال 22% كل ده كاربامايد، 22% ممكن ساعة لساعتين، ال 35% ممكن من نص ساعة لساعة، طبعا عشان ده كونسنتريشن كبير شوية. حلو كده؟
طيب في حاجة تانية هنعملها في التري، يبقى احنا قلنا التري بتاعتي او النايت جارد بتاعتي اول حاجة هتبقى رفيعة، هتبقى سوفت. لما نيجي نقول للمعمل هنقول له احنا محتاجينها سوفت، ومحتاجينها تبقى ارفع حاجة، ومحتاجين ان انت تحط حاجات بس زي بقى نقط جبس، نقط واتيفر، بلاش واكس طبعا عشان هيسيح، ماشي، علشان تعلم في التري بتاعتي. وبعد كده اخر حاجة تتقص من على الجينجيبا، ماشي. يعني لو انتم مركزين بس في التريز دي، هي هتلاقوا التري او النايت جارد ده متقصقص كده من حوالين الجينجيبا، يعني معمول له كونتورنج على الاسنان بس. ليه؟ عشان اطمن واتاكد ان مفيش اي جل هيطلع ناحية الجينجيبا. وخلي بالكم لو انت قلت للبيشنت ان هو يحط نقطة بسيطة عند كل سنة، كده كده مش هيبقى فيه اكسس، ولو حصل اكسس هنقول له حضرتك هتجيب قطنة تمسح بس الزيادة. الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة، خصوصا في الهوم بليتشنج، أرجوكوا لازم تقولوا للعيان كل اللي عارفين، يعني كل حتى الحاجة التافهة ركزوا عليها، تشيل الزيادة، ما تحطش زيادة في التري، ما تخليش جل يجي على الجنجبة، وهكذا. اوكي، لازم التزام تام، ونشدد على الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. الهوم بليتشنج بتعمل لمدة 2 ويكس متواصلين، في الحالات الاجريسيف 3 ويكس، ممكن توصل 4 ويكس، مفيش اي مشكلة. وفي الحالات اللي هي الحالات المرضية زي التترا سايكلين، التريتمنت بتاعهم بيستمر 5 شهور. بس احنا مالناش دعوة طبعا بالكلام ده، احنا بنتكلم على الانسان العادي. اقدر استخدم الهوم بليتشنج يا اما ابدأ بيه، يا اما اعمل سيشن ان اوفيس او اتنين واخلي البيشنت يكمل بيه. حلو كده؟ طيب زي ما انتوا شايفين، حلوة قوي الصورة دي، دي من تصويري تصوير حالة من حالتي. بيشنت اديوكيشن، انت بتوري البيشنت احنا هنحط، يعني اول فيزيت هتبقى معمولة عندك في العيادة، هتوريه بص حضرتك احنا بنحط نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، وبعد كده حضرتك تلبس. انا بصراحة بعمل ايه، بحط الاول الجل على اسناني، يعني نقطة، لان انا التري بتاعتي مش زي دي، انا جايبة واحدة ريدي ميد، حاجة كده جاهزة بتتسخن في مية، واروح حطها على اسناني تاخد شكل اسناني. طبعا هي مش اكيوريت زي دي، مش ماسكه على السنان كويس زي الشكل ده، ولكن انا بحط نقطه جل على كل اسناني، وبعدين اروح لابسه التري على اساس يعني التري بتسند الجل. حلو كده؟ وبعد كده بتسلموا الحاجه زي ما اتفقنا، تمام. طيب اتكلمنا عن الاوفيس بليتشنج، اتكلمنا عن الهوم بليتشنج، عايز احافظ بقى يا دكتور، عايز احافظ على التبييض، هعمل ايه مبدئيا كده؟ بعد الاوفيس مفيش اي اكل ملون لمدة من 3 لـ5 ايام، مفيش اي شاي، مفيش اي قهوة، مفيش اي حاجة ستيند، مفيش اي حاجة اكل مصبوغ، حاجة فيها صوص، الكلام ده كله مفيش الكلام ده سوري، من 3 لـ5 ايام. هم طبعا اكيوريتلي يعني هم 3 ايام، بس احنا بنقول 5 ايام احتياطي، ماشي. طيب ايه الحاجات اللي ممكن يحافظ بيها؟ بصوا يا جماعة، احنا متفقين ان البليتشنج بيهدى مع الوقت، طبيعي، لان احنا بناكل وبنشرب طبيعي في ستينز، الاول هتبقى اكسترنسك، وبعد كده هتبقى انترنسك. قلنا الانامل از سيمي بيرميبل، الانامل از سيمي بيرميبل، فغصب عننا لازم، طبعا بيرميابيلتي متفاوته من شخص لاخر، بس انا غصب عني في ستينز هتدخل، اتفقنا؟ فطيب انا عايز افضل على اللون ده بالظبط، حضرتك عايز لون سنانك ده بالظبط او نبقى قريبين منه، تكمل لي بعدها على طول هوم بليتشنج، ماشي، وتخلي الباقي معاك. لو فضل شوية من المادة، عندك فرح، عندك مناسبة، تعمل لنفسك ريتاتش. طيب متفهم ان اللون هيهدى بس سنانه هتفضل فاتحة وكويسة، خلاص مش محتاج هوم. يعني خلي بالكوا البيشنت اللي سنانه بتصفر بسرعة، الهوم بليتشنج ده حل كويس جدا ليه. يعني انا مش ساحر، اوكي، انا شلت لك الستينز في العياده، ولكن لو انت ايجر قوي ان انت عايز اللون يفضل زي ما هو، انا مش ساحره، احنا لازم نتدخل، لازم تعمل الاوبشن بتاع الهوم بليتشنج. والله مش عايز، يبقى عندنا الاوبشن الاقل تكلفه اللي هو الدنتال وايتنينج بنس. بصوا يا جماعه، في وايتنينج بنس بتتباع عن طريق شركه طبيه مش اللي بيتباع على النت، ده حل كويس ان البيشنت انت اللي تسلمه له، تقول له والله عايزين نقلل الستينز ترجع تتكون وتدخل داخل السنه، يبقى حضرتك هتتابع بالوايتنينج بن،
طب برضو مستغلي الوايتنينج بن، يبقى اخر حاجه وارخص حاجه واضعف الايمان توث بيست اند ماوث ووش، اللي هي الحاجات بتاعه المكتوب عليها وايتنينج، ماشي؟ زي مثلا كريس 3 دي وايت، حاجه كريس 3 دي وايت ده منتج بتاع مكتوب عليه وايت، بس ما يكونش ابريسيف، ما يكونش فيه حبيبات، حاجات الحبيبات دي ابريسيف. انا بتكلم عن منتج عادي جدا مكتوب عليه ان هو بتاع وايتنينج، يبقى ده بيقلل الاكسترنسك ستينز تقف على السنه، فباللوجيك كده هيقلل ايه؟ هيقلل الاكسترنسك ستينز تدخل داخل السنه. حلو كده. انا سمعت يعني مثلا، بصوا هنا، بصوا الصوره دي، دي منتجات اوفر ذا كاونتر. يعني ايه كلمه اوفر ذا كاونتر؟ اوفر ذا كاونتر، كاونتر يعني رف، يعني بتتباع في السوبر ماركت مش تحت اشرافي انا، يعني مش انا اللي سلمتها للعيان. اشهر قلم مثلا عندنا في مصر حاجه اسمها دازلينج وايت. دازلينج وايت ده بيتباع على النت من مصادر غير موثوق فيها، العيان هيروح يجيبه من ورايا ويستخدمه، هل ده هيعمل له حاجه؟ مش هيعمل له حاجه، ده هيأذيه، هيضره. uncontrolled acidity، وطبعا هيدروجين بيروكسيد، هو فيه على فكره نسبه هيدروجين بيروكسيد 6%، بس ده مش معناه ان هو هيعمل بليتشنج، ماشي؟ بالعكس، ده هيأذي نفسه. اولا مش هيحصل بليتشنج، لان لمعلوماتكم برضو البليتشنج جل از نوت جاست هيدروجين بيروكسيد، ده في حاجات كتير جوه البليتشنج جل، فمش معنى ان حاجه جواها هيدروجين بيروكسيد انها تعمل لي نتيجه، ده غير طبعا ان هي 6% بس. فده منتج مش لطيف، ما اقدرش اقول للعيان روح اشتري القلم ده واستخدمه. لكن لو انا مثلا زي عندنا في مصر، عندنا مثلا شركه اسمها بلانك وان منزله قلم تبييض اسمه بلانك وان، حاجه طبعا جل، يعني انا عارفه الكونسنتريشن بتاعه، عارفه ان هو امان، هعلم البيشنت يستخدمه ازاي، دي اهم حاجه، لكن مش هو يروح يجيبه من ورايا ويستخدمه غلط وفي الاخر يأذي نفسه. اتفقنا؟ طيب الكريست وايتنينج ستريبس، يعني الكريست وايتنينج ستريبس دي انا قريت عنها، هي لطيفه للاسنان، ركزوا، لطيفه للاسنان نفسها، مش هتأذي السنان، بس ستيل انا عندي الجنجوه معرضه ان الاكسجين اللي في الستريبس دي يجي عليها، فلو البيشنت مش فاهم هيحط الستريب دي على اسنانه وعلى اللثه، فيبقى هو كده ايه، بيأذي اسنانه، يعني اوكي اسنانه هتبيض بس اللثه هتبقى في خطر. اتفقنا؟ فلازم اي حاجه من دول انا لازم اقول للبيشنت عليها. انا عرفت ان انتوا عندكم شركه اسمها فورامين، فورامين دي بتبيع منتجات وايتنينج زي ما انتوا شايفين، وايتنينج توث بيست، وايتنينج بن، خلاص دي شركه طبيه، يعني شركه بتبيع لدكاتره سنان. فانت ممكن شوفوا بقى على حسب السعر، عايز تدي للبيشنت هديه، عايز تقول له مثلا اجيبه لك تكمل بيه وهكذا، مش عايز انت تجيب له حاجه يبقى اضعف الايمان التوث بيست اللي موجود في السوبر ماركت، بس يبقى تو سبيس فور وايتنينج زي مثلا كريس 3 دي وايت وات ايفر، يعني اتفقنا؟ طيب زي هي دي المنتجات اللي انا لقيت صورها، ماشي؟ يا رب اكون فدتكم. طبعا كان نفسي اديكم كل اللي عندي بس كده هطول عليكم قوي، بس انا اديتكم يعني حاجات مهمه ومفيده، و تقدروا تعملوا بليتشنج سيشنز حلوه من غير اي مشاكل. ده الفيسبوك بتاعي، حد عايز يعمل لي اد اسمي مروه شاكر، او حد عايز يعمل سكاننج للكيو ار كود ده علشان يطلع له البروفايل بتاعي على طول، بنزل عليه اي جديد، بنزل تيبس اند تريكس جديده، ممكن تدخلوا اصلا على الفيسبوك بروفايل بتاعي هتلاقوا في حاجات اصلا تريكس انا قايلاها، تيبس انا حطاها كلها، هتلاقوها عندي على الصفحه بالهاشتاج اللي اسمه ام اندرسكور بليتشنج. اتشرفت بيكم جدا يا دكاتره. ودكتور علي فين؟ معانا؟ معاك يا دكتور علي، انا تابعت المحاضره كلها والله. انا قلت انت نمت ولا حاجه عشان احنا طولنا. لا لا لا، كنت بتابع والله، حضرت معاك المحاضره كامله يعني. والله الحمد حقيقة لله. أعطيك الصحة، محاضرة ما شاء الله. باختصار يعني حقيقة ما نبيش نكثر الكلام واجد، لأن يعني حقيقة كورس بليتشنج كامل مكمل، يعني ما أعتقدش إن الدكاترة بعد الكلام هذا كله هو ده، أنا عايزة أقول لك إن أنا يعني، أنت حاسس إن ده كورس؟ أنا أقول لك الكورس بتاعي بقى بشرح من 10 ل 6 بالليل، يعني أنت متخيل؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يعينك. لا، وعطاء عطاء كثير يعني دكتور، انا ما عندي شك في ذلك، يعني قلت لك انا متابع عليك من فتره والله. لكن حقيقه كانت تسلم والله، محاضره تسلم والله لك، اكثر من رائعه، محاضره الحمد لله، ميرسي جدا، ميرسي قوي. معانا
محاضرة جميلة ممتعة، لخصتي فيها كل شيء، الحمد لله معلومات مرتبة، عطاء سلس، محاضرة تبارك الرحمن. أعطيك الحمد الصحة لله. دكتورة، ميرسي جدا وشكرا يا دكتور. سعيد جدا 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 لوجودك معنا، وبارك الله فيك. دكاترة اللي مستمرين معنا في اللايف، يا ريت تكتبون وقت الدكتورة لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص موضوع البليتشنج. بالنسبة للي عرضت لكم الدكتورة على السلايد، الصفحة متاعها، ننصحكم إنكم أنتم تتابعوها، هتستفادوا منها جدا جدا جدا. دسكشن على الحالات، معلومات أبديتد أول بأول تنزل. حقيقة والله سعيد جدا بك دكتورة، انا بارك الله اسعد فيك والله يا دكتور، ومبسوطه جدا والله ان انا انضميت ليكوا، ويعني شرف ليا. واي حد على فكره بيسالني على حبيبتي. اي حاجه انا برد على طول، يعني اي حد بيبعت لي مسج انا برد عليه على طول، مفيش اي مشكله. بارك الله فيك دكتور، الله يسلمك. بسطت جدا يعني. بعد العيد هنديروا مجموعة كورسات إن شاء الله، بنحاول قدر الإمكان إنك أنت تكوني ضمن التيم بتاعنا إن شاء الله. إن شاء الله في أقرب فرصة إن بإذن شاء الله الله. دكتور، شرف لي يا دكتور، مع السلامة. منورينا في ليبيا إن شاء الله. ربنا يخليك. أوكي. الله يسلمك. الدكاترة لو في أي سؤال أو استفسار نختم الحلقة عشان ما نطولوش حتى على الدكتورة، هو الوقت خدانا ممكن ساعة ونص، لكن والله ما حسيت لي، قعدت نتابع في المحاضرة حقيقة انسجمت وما حسيناش. لو في أي استفسار دكاترة، أي سؤال، أي حاجة للدكتورة. الحمد لله رب العالمين، ربي يوفقنا والمحاضرة مشت على خير. معلومات جدا قيمة، استفادة كبيرة بإذن الله. نحب نختم الشكل من الدكاترة، يعني ما أعتقدش حتى أنا والله كل حاجة نبي نسألها ما شاء الله، يعني شبه أعطيت المعلومات كاملة، ما سيبتيش طب كويس. حاجة لا هم مع مجهولة أو حاجة تكون عليها خلي بالك، كلمة. مع الشغل يعني الشغل نفسه بيخلق أسئلة وبيخلق مواقف. بالضبط يعني حتى الناس اللي بالضبط حضروا معايا بالضبط البروجرام، لو حد عنده أي سؤال يعني الحالة بتخلق أصلا أسئلة. فهم خدوا كل يعني خدوا كده معلومات تفيدهم، وإن شاء الله أثناء الشغل لو حصل حاجة يعني أنا جاهزة. هو في مجموعة حتى من المعلومات أو التريكس اللي حكيتي عليها، إن أنت مهما قريت ومهما اطلعت وما مش هتقدر يعني، مش الأسئلة بالظبط. مش هيجين في بالك، أنت قلتيها من خلال المحاضرة، يعني يعني انا كلها من عايزه اقول لك الكلينيكال مثلا، اكسبيرينس بتاعك. انا اطلعت على طبعا دراسات كتير، يعني اكيد وانا بعمل البروجرام بتاعي انا بدي كورس، فالكورس ده لازم يبقى ايفيدنس بيزد. فلا في بقى تريكات كلينيكال فعلا، يعني انا عمري ما شفت حد بيتكلم على موضوع الشفايف اللي بتسود دي خالص، هو مش في اي حته. بخصوص الاوبترا موجود، هو موجود عندنا في ليبيا، يعني يتباع يعني طب كويس واحد. كويس كويس قوي. نحب نشكر الدكتوره، اخيرا نحب يعني نختم الحلقه. الدكاتره ما شاء الله كلهم تعليقاتهم ان محاضره رائعه، شايفاها. وبس ان والله شاء الله اعطيك الصحه دكتوره، بارك الله فيك، واسال الله ان يجعل هذا العمل يعني في ميزان حسناتك باذن الله. شكرا يا ختاما دكتور، دكتوره ميرسي جدا. نختم معاكم، احنا ان شاء الله باذن الله مستمرين معاكم في محاضرات. عندنا باذن الله بكره محاضره هنعلن عليها للدكتور محاضرتها هتكون اورثو بيدو، يعني مختلطه مع بعضها، الدكتور الهادي الكدوشي، وبعدها ان شاء الله هنعلن على بروجرام اللي كانت معانا ضيفه شرف الدكتوره مروه. محاضرة حقيقة جميلة جدا ورائعة، ميرسي وقد ما جدا يا حكيت دكتور، يعني من كلمات ربنا الشكر يخليك وفيها والله. حجم لا الدكتوراه، كتير بارك الله عليا فيك الكلام ان شاء ده الله. والله. لا تستاهلي والله يا دكتورة، تستاهلي كل خير، انت غزية شكرا الكلام حتى شكرا اللي اعطيتيه ميرسي. هدرة، كلام دكاترة واجدين يعني ما عندهمش شجاعة ان هم يعطوه الكلام هذا في محاضرة اونلاين، يعني كله كلام حقه فلوس، فهمتيني يعني ما يشراش بالفلوس والله. كورس قلت لك كورس كامل مكمل حصلوه الدكاترة اللي معانا، هو مجاني ان شاء الله. ربنا يخليك، ميرسي بارك جدا الله ميرسي فيك جدا على التجربة الحلوة دي. ان شاء الله، نتلاقى ان شاء الله في لقاءات قادمه، وتكون ان شاء الله فرصه سعيده باذن الله. بإذن الله. شكرا يا دكتور. يعني في الختام نختم الدكاتره، وبارك الله فيكم على المشاهده وعلى التفاعل معنا، وان شاء الله نتلاقى بكره باذن الله.